بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج في الصميم، وهي حلقة نواصل فيها تقويم سنة من حكم الرئيس الجديد، حيث كنا الأسبوع الماضي استضفنا أحد قادة المعارضة لمعرفة تقويمه لهذه السنة. الليلة يسعدنا أن نستضيف القيادية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب البرلماني الأستاذ جمال ولليدالي، لنعرف منه الحصيلة التي يقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لهذه السنة، تحليلهم ورؤيتهم لمستقبل العلاقة بين الرئيسين الحالي والسابق، وكذلك أفاق العلاقة بين قطبي المشهد الموالي والمعارض. مرحبا أستاذ جمال، شكرا جزيلا على المشاركة معنا في حلقة الليلة من برنامج في الصميم. بعد يومين ينهي الرئيس الجديد عاما في الحكم، البعض يقول انه حصلتم على اكبر فرصه وقدمتم اكثر حصيله تواضعا، ما تعليقك؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا بالنسبه لنا هذه السنه الحصيله اجمالا حصيله ايجابيه، على الرغم من الظروف والتحديات التي شهدتها هذه السنه، وهي تحديات كانت في البداية سنة تسمت بالجفاف، وجاءت جائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات على المستوى العالمي، وبالتالي كانت سنة خاصة. وعلى الرغم من ذلك نرى بأن التحدي بأن الحصيلة التي تحققت في المجمل هي حصيلة إيجابية، سواء من ناحية تحقيق البرامج والبرنامج الذي طموح الذي انتخب على أساسه الرئيس محمد الشيخ غزواني، والذي لم يتأثر بأزمة كورونا، والتي قيمة بخطة خاصة بها، لم يتأثر بها البرنامج الآخر، وبالتالي نرى بأن كانت هنالك برنامج خاص بتصدي لجائحة كورونا، وكان برنامج تشاركي وتشاوري. قبل أن نصل لتصدي لجائحة كورونا، لأنه لم يكن هناك لديكم تعهد بالتصدي لجائحة كورونا لم تكن في المتوقع، لو قدمتم لنا عناوين لما اعتبرتموها حصيلة إيجابية. الحصيلة الإيجابية، وأنا قلت لكم أن هنالك من يقول أنه حصلتم على أكبر فرصة، فرصة سماح تقريبا قاربت السنة، وقدمتم خلالها أكثر نتيجة تواضع مقارنة مع سابقكم. نحن الحصيلة الأساسية اللي كانت أولا هو خلق مناخ عام مطمئن لجميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ويسوع على المستوى الاجتماعي كذلك، وهذا المناخ في الحقيقة ضروري، التي علمنا أن الدولة في الديمقراطيات الليبرالية المطلوب منها هو تهيئة مناخ مطمئن للجميع من أجل لعب أدوارهم، من أجل القيام بمهامهم. وبالتالي الحصيلة يجب أن نعلم أن البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في هذه السنة ومتعلق بأولوياتي، تم يسوى في جانبه الاجتماعي في موضوع الطمأنة. تتحدثون كثيرا في موضوع أنه كان هنالك مناخ مطمئن، عند تحليل هذه الطمأنة نجد أنه هذا إنجاز لغيركم. لا، هنالك أطراف في الساحة السياسية هي التي أعطتكم هذه لا لكنكم لم تستغلوا تستغلوها. لا أبدا، المناخ رئيس الجمهورية هو الذي خلقه، وهو الذي أتاح هذا المناخ للأطراف السياسية، والأطراف السياسية التي عليها أن تنتهز فرصة هذا المناخ، وانتهزت الفرصة. كيف خلقها المناخ بالانفتاح على جميع الطيف السياسي، على المرشحين اللي كانوا ينافسونه، وفتح الباب للجميع، وقام والتزم بالأهليات الديمقراطية فيما يخص التشاور مع زعيم المعارضة، والتزام باللقاءات الدورية في هذا المجال،
وهذا المناخ كذلك الحصيلة فيما يخص الحصيلة برنامج أولوياتي لم يتأثر إذا نظرنا إلى الحصيلة فيما يخص الالتزام بهذه الالتزامات التي قام بها رئيس الجمهورية سواء على المستوى الاجتماعي سواء على المستوى الاقتصادي سواء على المستوى السياسي. وهذا المناخ إذا لم يحصل لا يمكن أبدا أن نرى أن يكون هنالك. دعنا في الجانب السياسي، هذا الذي سميتموه انفتاح يرى البعض أنه لم يتجاوز لقاءات، وحتى لقاءات تبدو سرية غير معلنة، لم نرى أي لقاء من هذه اللقاءات اللي تمت مع قادة الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام، وكانت أقرب لحملة العلاقات العامة التي كنتم تنظمونها في فترات تصنعوا بها صورة. لا أبدا، لكن لم تترتب عليها نتائج. لا أبدا، اللقاءات كانت لقاءات اللي هو منها منظم بقوانين كانوا دوري في وقته، وكان الباب مفتوح لجميع الفرقاء السياسيين من أجل التواصل مع رئيس الجمهورية، وكان المناخ كان الجو جو ودي ولم يكن سريا أبدا. كان أنا أستاذ حدثكم عن وقائع اللقاءات التي تمت. هل تابعتم بعضها على وسائل الإعلام؟ لا، لقاءات مع قادة الأحزاب. ليس من العادة لقاءات مع رؤساء الأحزاب أن تغطيها الوسائل الإعلام الرسمية، لكنها ليست سرا كذلك. ليست من العادة أستاذ، أنتم من البرلمان، هي من القانون. لا، القانون يلزم في وسائل الإعلام أن هنالك نسبة يعني مثالثة في ثلث للرئيس وزلت لأخبار الموالات وزلت للمعارضة. لا، ليس مجال لقاءات، هذا في النشاطات السياسية. لا، هذا مختلف. لذلك في النشاطات السياسية للأحزاب السياسية هنالك هذه التقسيمة وترعاها لها عبر وسائل الإعلام، لكن اللقاءات السياسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية ليست تخضع لهذا، وليست خاضعة لأن تغطى إعلاميا اللي منها ما ضروري بأن تغطي إعلاميا. ليست سرية. لم نتابع عنها أي أخبار. لا موجودة. لا الوكالة. لا موجود. وارشيفها موجود خلال السنة. لا. في التلفزيون. لا في. لا اللي منها. اللي منها. اللي منها منظم. لا. انتهاءً بآخر. لا اللي منها منظم مع هيئات دستورية كزعامة المعارضة يغطى بوسائل الإعلام. حتى اللقاء مع زعيم المعارضة بالمناسبة تم لقاء واحد رغم أن القانون يقول. التقى رئيس الجمهورية والتقى الوزير الأول، والباب مفتوح دائما والاتصالات مع جميع الأطراف السياسية، وليس ما فيه أي سرية في هذا المجال، وهذا معلوم من الجميع. وبالتالي لا أرى، وطبعا تجاوزت ذلك برد المظالم لبعض الناس وطمأنت الناس في المجال، يسوى الفاعلين الاقتصاديين ويسوى الفاعلين السياسيين، خلق مناخ ناس مطمئن لها. وهذا في الحقيقة على ذكر المظالم السياسية، هناك من يقول إنه هنالك مظالم كانت موجودة، هنالك أحزاب كانت منع من الترخيص هل رخصت؟ لا. هنالك جمعيات سحبت من الترخيص هل عيدت لها؟ ما هي المظالم؟ لا في نحن نحكي عن حصيلة سيدنا يقدم لنا أرقام معطيات في بعض الأحكام القضائية التي كانت معطلة والتي كانت أصحابها عندها مظالم، مثل قضية بعض الصحفيين، وفيه قضية الشيوخ السابقين اللي كانت عندهم ملف العدالة، وفي بعض المنفيين السياسيين والاقتصاديين اللي كانوا بالخارج واللي عادوا للبلد، وفيه الكثير من المظالم التي تم ردها. والأول هو من رد المظالم هو اعتماد مبدأ فصل السلطات، وبالتالي ترك تدخل النيب عن التدخل في مجال السلطة القضائية من أجل أن تقوم بدورها، ورد المظالم لكل من له مظلمة، وإن كانت هنالك أحزاب تريد التراخيص السياسية لم تمنع أبدا وتخضع لمسطرة، وهذه المسطرة لا يمكن أن يكون فيها أي، لم نعلم أن هنالك تدخل في هذا المجال من أجل منع حزب سياسي. والله هنالك جمعيات كانت حقيقة كانت تم توقيفها، ولكن في إطار وهي أمام القضاء كذلك، لأنها رفعت قضيتها أمام القضاء ولم يكن هنالك أي تدخل من أجل. أنتم ليس لديكم علم بأن هناك ناس منع من الترخيص، أحزاب سياسية تعتبرون هذا المنع منع قانوني؟ لا ليس هنالك منع في هذه السنة. لا كانت هنالك أحزاب، لكن هنالك نحن نتحدث عن لا ليست هنالك أحزاب تم طرح أنه رفعت مظالم. لا في رفعت مظالم، رفعت مظالم، إجواء طمأنة بطبيعة
لما بدأنا نبحث في التفاصيل وجدنا أن هنالك لقاءات علاقات عامة، هنالك الممنوعون من الترخيص ما زالوا ممنوعين، هنالك الذين سحبت من الترخيص ما زالت مسحوبة. إذن أين تجلت الطمأنة؟ تجلت الطمأنة هو في فصل السلطات، هو في هذه السنة لم نشهد أي تدخل في من السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية ولا في صلاحيات السلطة التشريعية، وبالتالي هذا هو المطلوب من السلطة التنفيذية، ليس مطلوب منها أن تتدخل لترد في قضايا مرفوعة أمام القضاء، هذا لا يمكن لأي أحد أن يطلبه منها. هذا هو نفس الكلام اللي كانت تقول جميع الأنظمة، لا أبداً، تمنع بقرار سياسي، لا أبداً، ليس هناك أي قرار سياسي يمنع. يقال أنه طمع المسكين هو اللي قام بالعملية، لكن أنا هذه السنة عملياً هذه السنة ليس هنالك أي قرار إداري بمنع بظلم أي إنسان، وليس هنالك أي تدخل في السلطة القضائية، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هنالك إجراءات تقوم بها السلطة التنفيذية، وبالتالي هنالك استمرار لقرارات إدارية بمنع اصحاب حقوق من لا ليست قرارات اداريه، لا هنالك قرارات اداريه، هنالك ملفات امام القضاء، هنالك ملفات امام القضاء لانه اصلا لم يسلم ورقه، لا هنالك العديد من الحالات، هنالك ملفات امام القضاء لا يمكن ان يطلب من النظام بان يتدخل من اجل حلها، وهي امام القضاء كل الملفات. انا اعرف انكم قانوني ومحامي، ولكن هذا ربما يجعلكم تدركون الفرق بين الممنوعون بقرارات اداريه وحتى لم يسلموا قرار اداري الذين منعوا بقرارات إدارية لجوء للقضاء في غالبيتهم لجوء للقضاء، وليس هنالك أي ممنوع بقرار إداري في هذه السنة أبدا. تحدثون عن حالة موريتانيا أم عن حالة أخرى؟ على حالة موريتانيا. الأحزاب التي منعت القضاء يمكن أن تكرر لي في هذه السنة، قرار إداري بمنع مثلا بمنع حزب سياسي من جمعيه او منظمه غير حكوميه. استاذ جمال، نحن نتحدث عن وقائع معروفه، يمكن في احزاب سياسيه ممنوعه بقرارات اداريه كانت موجوده، لكن استمر القرار الاداري، وانتم في النظام يقول انه طمأن طبيعة، فكانت الطمأنة تقتضي انه هذا القرار الاداري هو قرار تنفيذي من صميم صلاحيات الحكومه ان يرفع، ان يمنع هؤلاء. الاحزاب السياسيه عندها قانون ينظمها وعندها شروط للتراخيص، وهذه الشروط تخضع لشروط محدده بالقانون، وبالتالي اذا كان هنالك حزب لا يتوفر في هذه الشروط التي فرضها بالقانون يمكن لاي سلطه اداريه تمنعه. اذا انتم راضون، لا يمكن ان راضون عن استمرار منع بعض الناس من أحزابهم؟ راضون عن استمرار حظر بعض الجمعيات؟ لا أبدا، لسنا راضين عن. لماذا لم ترفعوا خلال سنة؟ أي حزب سياسي متوفرة فيه شروط، والمهم عود حزب سياسي متوفرة فيه شروط القانونية اللي محددها القانون وانطرح في هذه السنة وموجود ومتوفرة فيه شروط، ما يمكن لي ما فهم أي قرار إداري فيه. جمعيات معروفة وكانت تم منعها في فترة معينة ورفعت قضايا أمام القضاء، وبالتالي ما لم يتخذ أي قرار في هذه السنة من أجل المواصلة في ذلك. والله طيب، في المجال السياسي دائما، انتهت الآن سنة ولم يتم حوار سياسي، ولم حتى تتم الإعلان من طرفكم عن استعداد لحوار سياسي، رغم أن هنالك في البلد أزمات سياسية. لا أبدا، الحوار السياسي ما هو ضروري ولا هو لازم إذا كانت هنالك أزمة، ليست هنالك أزمة سياسية في هذا البلد، الحوار قائم والأطراف السياسية كاملة يتم بينها تشاور ومتفقة على الكليات، حتى مثال لا توجد أزمة سياسية في البلد. لا أبدا، ليست هنالك أزمة سياسية والأطراف السياسية. لا الحوار ما هو مسألة لازمة في الديمقراطية، مهلا ليس لا تكون هنالك أزمة سياسية، ما ضرورة بعنا دائما ننظم حوار في الوقت اللي فيه الأطراف السياسية كاملة مجمعة على أن هنالك جو انفتاح وهنالك جو تشاركي، هم جو إشراك جميع الأطراف السياسية وأصحاب الرأي في اتخاذ القرارات في الامور اللي مطروحه للبلد، واخرها ازمه كورونا تصدي لها كان هنالك قرارات اشتراكيه. نعم، بهذا الوصف وصف الاجماع، ونحن في حاله نعرف انه المرشحين الذين نافسوا الرئيس الان اصبح رئيس الان اللي يحكم البلد منذ سنه
لم يحضروا حفل تنصيبه، لم يعترفوا حتى الآن بنتائج الانتخابات، ما زالوا يطالبون بالحوار. أنتم تعتبرون؟ لا هم لا 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 رئيس الجمهورية التقى بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية وتشاور معهم، ولا في أي حد منهم اليومات يا طارح طاعا في الانتخابات، ولا فيهم حد ما هو مفتوح للباب للحوار ولا في مجلس السياسية. هي الطبقة السياسية معروفة موريتانيا محدودة، موجودة أحزاب سياسية الممثلة سواء في الجمعية الوطنية سواء اللي غير ممثلة فيها، في الحقيقة مفتوح لها الباب وتتشاور مع أحزاب الأغلبية، وهنالك تشاور بينها يوميا حتى في جميع القضايا. أي بس اليوم فيها لا يمكن أن يكابر أحد. التقى الرئيس بالأحزاب، هذا ليس أمر جديد. الرئيس اللي سابق كنتم يومها تسمونه الرئيس المؤسس والآن الرئيس ربما في طريقه بالنسبة لكم أصبح رئيس بائد، ولا أعرف سنصل لنقاش العلاقة بينه وبين الرئيس الحالي. المهم كان يلتقي الرؤساء وكان يلتقي الأحزاب. نحن نتكلم عن واقع، نحن نتكلم عن واقع اليوم، الواقع السياسي اليوم تجاهها الأحزاب السياسية سواء كانت في المعارضة وسواء كانت في الأغلبية بينها تشاور، وهم تشاور على القضايا ورئيس الجمهورية التقى بها وهي تتشاور فيما بينها وفي القضايا المطروحة للبلد. آخرها كانت أزمة كورونا، كانت هنالك تنسيقية بين جميع أحزاب المعارضة والموالاة في هذا المجال، وهذا ليس يخوى حتى على مستوى الجمعية الوطنية. جميع الأمور التي يقام بها هنالك تشاور بين الأحزاب بين الفرق السياسية، وهنالك دائما إجماع على القضايا الوطنية اللي مطروحة، وليس هنالك أي أزمة أي مشكلة فيما يخص التشاور والحوار على القضايا الوطنية اللي مطروحة. هذا اليوم لا يمكن أحد أن يكابر فيه. نحن في جو في الحقيقة نرى بأنه قد يؤسس لمرحلة جديدة تنطلق إن شاء الله وتعود الناس كاملة مشاركة فيها. المطلوب هو أن الجميع لا تخشى ينتهز هذه البصرة في هذا العالم المريح جدا الذي تضعون أنفسكم فيه، واللي يعتبر أن هنالك حالة إجماع وأن هنالك حالة طمأنة وحالة ارتياح، أنكم تسيرون بسرعة هائلة نحو حالة من التكلس وحالة من الانغلاق اللي تجعل حتى الخطر لا تستشعرونه. أي خطر؟ ليس هنالك أي خطر. أي خطر؟ نحن هنالك سلطة منتخبة وهذا طبيعي، وهنالك أغلبية وهنالك معارضة. المطلوب واللي جديد في هذه المرحلة هو أن الرئيس المنتخب بدأ بالتشاور مع جميع الفاعلين السياسيين سواء معارضين سواء موالين سواء من أصحاب رأي قاع مستقلين من أجل إبداء رأيهم في القضايا المطروحة للبلد. طيب وبالتالي هذا لا يمكن. سنرى تفصيلا، أنتم راضون عن الحصيلة في المجال السياسي، المجال السياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي، تعتبرون هذه حصيلة؟ حصيلة مطمئنة على الرغم من الظروف. من الظروف هذه السنة كم نسبة الإنجاز في الجانب السياسي كم تقريبا؟ لا احنا والجانب السياسي المطلوب فيه هو ان تكون عن يعود جو سياسي هادئ، ويكون فيه الباب مفتوح للتشاور، ويكون مسموع رأي فيه الجميع سواء كانوا معارضين سواء كانوا أغلبية. الأول مطلوب في الجانب السياسي أن تكون الناس في جو مرتاحة. نحن اليوم أتيها المقاربة اللي انقبضت مثلا في مجال تصدي الكورونا كانت شهدت إجماع الطيف السياسي كامل، لعنها كانت ناجعة ولعنها كانت تمت بالتشاور مع الناس، وبالتالي في الجانب السياسي من يعود هذا ما هو إيجابي. لو أخذنا ملفات أساسية نعرف أنها تمثل إشكال، قد تنكرون أنها في مشكل، وهذا خطاب مع الأسف الخطاب التقليدي لدى الموالات دائما. لا تريد أن تعترف أن هنالك مشكل. لا أبدا هنالك مشاكل حين يزول النظام. لا أبدا أبدا كما هي حالة الرئيس السابق. أبدا نحن نعترف بالمشاكل، نحن نعترف بالمشاكل ونتصدى لها بالتشاور مع الآخرين. أنتم كنتم في عشرية الله، كنتم من الشخصيات الأساسية فيها الله. وأغلب الموجودين الآن في حزب الاتحاد من الجمهورية وفي السلطة كانوا فيه الله. كنتم خلال العشرية تقولون لا مشكل، لا يوجد حوار، لا يوجد فساد. اليوم أنتم والآن أنت نائب برلماني قبل ساعات أنهيتم تقرير وناقشتموه وكشف عن شيء من الفساد، رغم كل اللغة اللي حاولت أنها تطلع لي فساد في كل المجالات. إلى متى تستمرون في الموالاة؟ لا في أنه ما دام الحاكم موجود لا 10 على 10
وفي اللحظه اللي يزول الحاكم يصبح شيطان رجيم. لا ابدا، نحن ما نشيطن اي مرحله من مراحل موريتانيا. نحن مستجمين نقولوا عن جميع مراحل، ليس هنالك اي صراع. اليوم نحن اليوم كان يتابع 10 سنوات الماضيه بطبيعه الحال، اللي كنا نقوله في 10 سنوات في البرلمان، اللي كنا نقوله في 10 سنوات الماضيه نقولوه، اللي كنا نقوله في 10 سنوات نقولوه غركاتيه، ولا يوضح لك، تعطيني الوقت شوي ليوضح لك. نحن بالنسبه لنا، وهذا يؤكده رئيس الجمهوريه في خطابه فاتح مارس ترشح رئيس الجمهوريه الحالي محمد الشغلاء، رئيس الجمهوريه لقيلة رئيس الجمهوريه الحالي، الرؤساء السابقين محترمون عنه، لكن رئيس الجمهوريه محمد الشغلاء العثماني في خطاب ترشحه قال انه معترف لجميع الانظمه بما قامت به، ومنصف للاخطاء التي قد لما فيها نظام ما عنده ايجابيات وعنده سلبيات، وهذا نحن معترفين به، وبالتالي نعتبر عن هذا النظام عنه امتداد لانظمه موريتانيا كامله بما هو صالح وقطيعه بما هو فاسد. طيب عليك كامل. عليك رئيس الجمهوريه، عليك رئيس الجمهوريه، نحن ما نتخطى بعد قاعدين القضايا، لما حتى لينفتوا نعرفوا عن ما فهم اي تناقض في اللي كنا نقوله في العشريه واللي كنا نقوله اليوم اتياه. العشريه ما فهمت انا، لا لا ابدا، العشريه يخلق فيها بعض، يخلق فيها شمل الانجازات معترفين به، واختلق فيها شمل، شنو اهم الانجازات فيها؟ شمل الاخطاء وكانت تنقال، شنو اهم الانجازات فيها؟ شنو اهم الانجازات في العشريه؟ العشريه يخلق فيها الانجازات، شنو اهم الانجازات؟ فيها الانجازات، يخلق فيها الانجازات اللي معروفه، اللي اركاتيا نحن ما لنا كثير من الانجازات، يخلق فيها الكثير من الانجازات، كل انظمه كامله، لكن نحن اليوم اتياها نبني على ما هو صالح. اذكر لي اربع انجازات من انجازات العشريه اللي كنتوا خلال 10 سنوات كنا نقول لك انجازات، كنا نقول نحن نبنوا عليها اليوم اتياها ومعترفين بها، ولكن نحن ملي كذلك نبني دوله مؤسسات ودوله قانون وسلطات فيها تقوم بدورها، سواء كانت تشريعيه سواء كانت. طيب خلال العشريه ولان في مجال محاكمه اي نظام من انظمه خلال العشريه، وانما نحن امتداد ذاك صالح منها وقطيع مع ذاك الفاسد منها، هي تعود واضح خلال لا في لبس خلال العشريه، لا في لبس ولا فهم تناقض في ذاك. خلال العشريه كنتوا تقولوا على اهم انجازين، انجاز محاربه الفساد وانجاز مجال البنى التحتيه. هذا كنت تقولوا مازال الارشيف مازال قريب، مازال محاربه الفساد لجنه التحقيق البرلماني اللي اقريته اليوم تقريرها واحلتوه للقضاء كشفت فضيحه، انه في فساد في الصفقات، في فساد متواطئين عليه وزراء، في فساد في ادارات هيئه الرقابه، كشفت عن انه احنا امام حاله من الفساد اللي كان يكون موريتانيا في كل مرحله من مراحلها. اليوم اتجاه هذه اللجنه البرلمانيه وتقريرها وتحقيقها اللي قامت به جابت من المعلومات وجابت من التوصيات ووصلت البعض من الحقائق، فيها بعض يتعلق بالنصوص اللي موجوده وفيها بعض يتعلق بالممارسات، ولسنا في مرحله اتهام اي شخص في هذه القضيه، وانما هي قضيه تمت بشفافيه. واليوم في مرحله اتهام استاذ هذا قريب، هذا اليوم اضحى، اليوم اضحى، لم يتهم اي انسان بالنسبه للمعلومات. اوصت بتوصيات اول حد اتهمت الرئيس السابق، لا لا ما اتهمته تقريبا، اليوم ما اتهمته تقرير جابش من المعلومات، تقرير جابش من المعلومات وجابش من التوصيات، من التوصيات فيها اللي يتعلق باصلاح المنظومه القانونيه، وفيها اللي يتعلق بتفادي بعض من الممارسات اللي كان قد يقع فيه بعض المسيرين، وفيه توصيات بارسال بعض الملفات للقضاء الرئيس المؤسس بطبيعه الحال منتسب رقم واحد لحزب الاتحاد من الجمهوريه والله محمد بن عبد العزيز، ما في اتهامات؟ لا لا ابدا، هو في بعض المعلومات. ليسنا في مرحله اتهام، هذا جديد. مرحلة التحقيق في اللجنة البرلمانية ليست مرحلة اتهام، مرحلة جمع معلومات وتقصي حقائق، وهي المعلومات تمشي سوى القضاء، القضاء هو اللي يقوم بالاتهامات فيها، هو اللي يحقق فيها ويقوم بالاتهام. يمكن ان يبقى الناس كامله ومحتفظ لها مبدا البراءه في هذا المجال، هذا غالي عنه. انا لا اقول انها ادانه، في موضوع الاتهام هو الادانه مرحله اخرى، الاتهام مرحله توصيه عن بعض مجلس القضاء، وهذا تعدى الجمعيه الوطنيه في حاله لا ابدا، لكن جانب اخر، لا من الناحيه القانونيه، الاتهام اللي تقوم به الجمعيه الوطنيه ما هو قضيه توصيات في
اليوم شنقال؟ هذا اللي عدلنا اليوم قالوا عنها لجنه برلمانيه قامت بتحقيق بكل شفافيه وبكل حريه وتوصلت لبعض المعلومات وقامت وقدمت بعض من التوصيات. اوصت 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 تقريرها اللي ملخصه في بعض من التوصيات وتقسم هذه التوصيات في مجال بعض من النواقص في النصوص القانونيه اللي مطبقه وبعض من النواقص في الممارسات اللي اداريه ووصت في بعض الملفات بتحويلها للقضاء من اجل التحقيق فيها باللي فهم تتيب عن هذه تعود فهم فيها بعض من الخروقات فيما يخص النصوص القائمة. هذا ليس العشرات لا أريد أن أقف طويلا عند هذا المصطلح. أعتقد أنه واضح جدا. لا أبدا مصطلحات قانونية واضحة. من يتقيم قانونا أنه هو جهة القضاء سواء كان حكمة العدل السامية في الخيار العظمى وقضاء الآخر. ليس هذا الذي أريد أن نقف عنده، لكن الحقائق التي قدمتها الوقائع الشبه سميها كما تشاء اللي سردها التقرير بانت عن حالة من الفساد الكبير الضالعين فيه من الرئيس السابق للعشرات، وهؤلاء العشرات كلهم من حزبكم حزب الاتحاد من الجمهورية، من الرئيس المؤسس إلى البقية إلى وزراء في الحكومة الحالية إلى، هل ستعتذرون للشعب الموريتاني؟ لا تمتلكون شجاعة. لا أبداً نحن قدمنا للشعب الموريتاني اليوم سابقة، وهي أن السلطة التنفيذية نأت بنفسها عن 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 التدخل في صلاحيات سلطات أخرى، وفي هذا الإطار في جو من التوافق بين الأحزاب السياسية تم إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات محددة، وهذه الملفات توصلت فيها هذه اللجنة وبكل حرية وبكل احترام للمؤسسات وبكل شفافية تم اتباع المسطرة اللي القانونية اللي معروفة، وبالتالي نحن اليوم قدمنا للشعب الموريتاني سابقة في الحقيقة فريدة، وهي احترام المؤسسات أولا واحترام القانون والالتزام بالشفافية وباحترام النصوص، ونعتذر عن ماذا؟ تعتذرون عن كل هؤلاء المفسدين الذين وليتم خلال عشر سنوات؟ تعتبرونهم؟ لا أبدا، نحن الآن ما نفصل في حد مفسد والله غير مفسد. نحن أمام وقع قدمت وقائع هم جاؤوا للجنة، هم سمعت لهم اللجنة وقدموا الأشخاص كامل سمعت لهم اللجنة وقدموا آراءهم في الإطراح، قدموا آراءهم وما زالوا اللي منهم لا يقيس القضاء واللي لا يقدم مبرراته، وما زلنا احنا محتفظين له باللي قال له مبدا البراء عنه بريء ويمكن ان يدافع عن نفسه، ولا يمكن ان نحكم عليه انه اليوم اتي عنه مفسد والله عنه افسد البلاد والله عنه لا ابدا، اليوم اتي في مرحله هي مرحله عن هنالك اراده واضحه. طيب هناك سؤالان في موضوع الفساد، السؤال الاول انه اللجنه الملفات التي اختيرت لها هي ملفات اختيرت بعناية واختيرت فقط في دائرة الرئيس السابق. وهنا كملت السؤال ياك الجواب لي، وهنا ما في اختلاف كبير بين اللي عدلت انتم واللي كانت عدل الأنظمة الماضية، كان كلما دخل النظام ولا أنا السابق. لا أبدا، نحن كان كل الأنظمة منين جي واحد يقول لك السابق كان مفسد ويبدأ يضايقه يغير الفساد الآخر ما نحن ما نفس صراع بين أنظمة ولا نفس صراع بين أجيال، يعد واضح ما نفس صراع بين أجيال ولا نفس صراع بين أنظمة، نحن هامنا نكرس مبدأ دولة القانون. انتم عندكم مشاهد؟ لا أبدا متابع للتفاصيل، نحن ويعرف ان نحن الصراع ليس فقط بين في الصراع حتى بين الرئيسين. نحن ما نفس صراع بين أنظمة ولا نفس صراع بين، نحن في قطيعة معاش كل شيء فاسد، ونحن معترفين بكل شيء تحقق في نظام من هذه الأنظمة اللي سبقت ونعرف عنها ما في نظام ما تحقق فيه شيء واخفق بعض من الاخفاقات، كل ما في الامر كل شيء فاسد، كل ما في الامر حنين شوي تجمال رئيس الوزير الاول. كل ما في الامر عن ما تحقق اليوماتيه بكل شفافيه، عن هنالك اراده واضحه باحترام القانون وباحترام دوله المؤسسات، والمؤسسات تقوم بدورها، وهذا ما يعني اتهام اي شخص بالفساد ولا يعني بعن لا يقوم بمحاكمه. أنا أعطيك أمثلة. الوزير الأول الحالي الملفات اللي اليوم صادقت عليها وأحلتوها
أوصت بأن كل الصفقات اللي عدلت بمساد العلني في العقار في نواكشوط من 2010 إلى 2018 أنها باطلة وبدون أثر. وزير الأول الحالي كان فترة من هذه الفترات يتولى مسؤولية وزارة الإسكان، لم تستمع له اللجنة. رئيس الجمعية الوطنية اللي أنتم عضو فيها، وفي هناك بعض الملفات مشمول فيها أيضا، استمعت له اللجنة على طريقتها. ما استمعت له الوزير، هناك وزراء من بين الوزير الأمين العام، لا تخطى بعد الحملة السابقة، لا تخطى الشخصية. لا 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 أنا لا لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا تعرف عن المشاهد أنه مطلع مطلع غير 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 ما يعرفون غلطوا، يكون نقول الحقائق كما هي، نقول الحقائق كما هي. هو إلى عاد واحد أشخاص مثلا اليوماتية أو طر موريتاني موجودين، وفي مرحلة معينة وقعت بعض اجتهدوا في اسم الأمور وخلق فيه بعض من الإجراءات، وهذه الإجراءات مرحلة معينة في تحقيق معين قال عن هدق التعود السند اللي قامت عليه ما هو قانوني، وعنها يالتت نقولوا عنهم هذا مجرمين وعنهم مسجدين وعن هذا عدلوه عن نية وعن قصد وعن ما نعطوهم عاطينهم بعنهم براءة وعنهم اجتهدوا وقدوا عودوا وأخطأوا. غير 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 في الحقيقة اليوم ما تياها قولان عن هاي الناس كامل عن اللي موريتاني واللي موريتاني على اللي موريتاني كامل قبطة تولى منصب عمومي بعنه مفسد وبعنه مجرم بعنه. السؤال اللي طرحت لك مسألة محددة. أنا فاهم عنكم. لا لا أبدا ما في حرام بدور المحامي عن هذا. لا أبدا لا نحن لا نحامي عن أي إنسان مفسد، نحن لا نحامي أي غير ملي ما أننا قابلين بعنا نعدل محاكمات افتراضية لش من الناس مازالت عندها مبدأ البراءة اللي محتفظة لها به ولا يقدر حد يطلق عليها مفسدين ولا يقدر يطلق عليها مجرمين ساق ما تحكم عليها القضاء. قلنا بعنا عن عن من باب المكاشفة ومن باب احترام النصوص بعنا جميع الملفات ما كانت في مواربة ولا كانت في محاباة لأي شخص غير ملي، ما في أي محاكمة. لماذا لم يمذل هؤلاء أمام لجنة التحقيق حتى؟ لجنة التحقيق أي شخص؟ أنا أعطيتكم مثال محدد واضح واضح أي شخص لجنة التحقيق أي شخص ارتأت هي من خلال تحقيقها بعنه الاستماع له يفيد فصول المعلومات استمعت له واستدعت ولا استدعت حد ما جاء ما استدعت ما فيها الوزير الأمين العام رئاسة استثناء طبعا جميع الوزراء استدعت ولا جاءها لا 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 الوزير الأول الوزير الأول لم يستدع لا لا لم يستدع أبدا أبدا طيب. لم ما همت معنا استدعاء ولا هم حتى تم استثناء هذه وقاية لا أبدا ما هي وقاية يا أحمد هذه وقاية أبدا ما هي وقاية أبدا هو اللي خلق أي ما وقاية رئيس سابق استدعته طبيعي وقاية ما هم حد أعلنت أنها ستستدعي رئيس لا أبدا لا 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 ما أعلنت أنها ستستدعي قالت أنا يمكن هستدعي أي حد ما في الرابطة الرسمية قالوا أنا قاعد في مقعدكم هذا غير ايش قال قالوا لا يقتلوا قال عنه يمكن قال عنهم استطاعتهم استدعاء أي حد ما فيها رئيس قالوا لا لا هم استدعوا نواب معنا في مئات الجمعية الوطنية التي تشيل وظائفهم قال عنه يمكن يستدعي ولا فيه أي حد امتنعت اللجنة بعنها استدعي ولا فهم أي حد وحاول بعنه ما يستدعى وأي حد ارتأت هي بعنها ظاهر لعنه تفيد شهادته في الملفات اللي غير هذا ما معناه بعني قال عن اليوماتية عن طر موريتاني كامل اللي فيها ياسر ويشو يدعو ياسر النزيه بعنها اليوماتية عنهم مجرمين أي حد من ذكر اسمه والله كان مرحلة معينة يسجر غير هذا هذا لا يوازيه إلا الصرامة فيما يخص تطبيق القانون واحترام قرارات المؤسسات والسلطات المختصة غير ما معناها عن يعني عدم محاكمات افتراضية للناس الليل اللي نفهم من حديثكم أنه تلعبون دور المحامي عن لا أبدا هل هذا لا هل لا هذا نحن 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 الذي يتحدث الآن أستاذ جمال المحامي أم أنه هذا مخطط لا لا نحن لا لا نسمع جاب منكم بعد فاصل قصير إذن مشاهدنا الكرام فاصل قصير نواصل بعد حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نستضيف فيها القيادي في حزب الاتحادي من أجل الجمهورية الأستاذ جمال اليدالي لا تذهبوا بعيدا تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ، تجنب مصافحة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس والاتصال بالطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والاخير من حلقه الليله من برنامج الصميم التي نستضيف فيها النائب البرلماني القيادي في حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه الاستاذ جمال اليدالي. مرحبا استاذ جمال. السابق الفاصل طرحت لكم سؤال عن خطاب يبدو مستميت في بين قوسين تبرئه من اشار اليهم في لجنه التحقيق. هل هي طبيعتكم كمحامي متمسكون بالحق في البراءة الأصلية وهذا حق أصيل، أم أن هذا هو التوجه لديكم في حزب الاتحاد من الجمهورية أنه معنيين بإيضاح أن هؤلاء ليسوا متهمين حتى وإنما هم ناس فقط يستمع لهم ويمكن أن قال يعني أولا يالتنا بعد قاعد يعود المشاهد والرأي العام ما أطحال الأمور بعدنا احنا هنا اتيها حزب الاتحاد الجمهوريه يسوع النظام اليوم اتيها عن اللي دوره هو واللي حريصين عليه هو تكريس مبدا الشفافيه وتطبيق القانون والمحافظه على ثروات الشعب اللي هو غير هذا في المقابل ما نلاهينا قبله استخدام مصطلحات هي مصطلحات في هذا المجال محدده الاتهام مرحله نحن ما تلحقناه وبالتالي لا يمكن ابدا بعنا نوصف رقاش باختصار لان نريد لا 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 واضحه موقفنا هو مبني على الحرص اولا على الشفافيه وعلى تطبيق النصوص وعلى العداله وعلى عداله معناها عدم ظلم اي انسان معناها ما نقدر نصف رجال بالفساد ولا نتهمه بالفساد ساق ما اتهمته الجهات المعنيه بالاتهام واليوم اتياه هذا اللي احنا استعملناها بكل شفافيه تم نشر بكل شفافيه في موضوع الفساد تابعنا خلال السنه نفس الممارسات اللي كانت تتم في الفساد صفقات تراضي كثيره وتابعنا عمليات فساد بدت كبيره ولاحقا لم يتعاطى مع الراي العام الشفافيه فيها موضوع البنك المركزي موضوع هل انتم مطمئنون فعلا انه وانتم بين قوسين تحاصرون او تحققون في فساد العشريات الماضيه انكم اغلقتم ابواب الفساد خلال هذه المرحله؟ لا نحن نحقق في جميع حتى هذه السنه اليوم اتيها التفتيش في صندوق كورونا في الصرف في صندوق كورونا قائمة التفتيش وبالتالي المبدأ هو مبدأ الشفافية والصرامة في تطبيق القانون ومحاربة الممارسات الفاسدة في المجال العام وبالتالي المحافظة على الممتلكات العمومية وعلى اللي عنه اليوم اتياها ما هو لا مستهدف به عشرية ولا مستهدف به نظام ولا مستهدف به اشخاص وانما هو قرار واضح وصارم ومتبع فيه المسطره القانونيه الواضحه. صفقات التراضي اللي تابع راي العام خلال السنه لا في وزاره الماليه، في وزاره الشؤون الاسلاميه، في وزاره الداخليه، في وزاره الخارجيه ما علمتوا به؟ عالمين به. والله فساد هي السنه لا ابدا لا ما هي فساد هذا من الامور اللي في الحقيقه لابد المصطلحات تعود واضحه، هو التراضي تراضي منصوص عليه في قانون الصفقات منصوص عليه وبشروطه الحلقه الرخوه جميع لا دائما يتم التسلل لا ابدا وجميع الصفقات اللي السنه اللي حسب علمي جميع الصفقات اللي اتصلت بها اللي هو ضروره ولا بد من تمييز خلق جميع الصفقات اللي تثبت عنها عند هذاك الطابع عند هذاك التفتيش وشورها التفتيش ومفتش فيها ولا اي حمايه لاي شخص لكن التراضي اذا قيل ما نقدر نقول عن صفقات تراضي عنها كامله فاسده تراضي صفقات منصوص عليها في النصوص وشروطها يا توفرت شروطها تعود صالحه ويا ما توفرت شروطها تعود ما هي صالحه ولكن ولا فهم يجي حمايه للسنه مقارنه بسنوات اخرى والله ذاك ما هو الله اللي عنه مطروح ولا هو ولا واقع. هناك في موضوع الفساد هناك الكثير من الاشخاص المعروفين في قضايا فساد واللي بعضهم تم تجريده في بعض المراحل وبعضهم اثبتت تقارير محكمه الحسابات ضلوعه في فساد ومع ذلك نراهم في كل اسبوع تتم تعيينهم هنا وهناك عملية تدوير مستمرة للمفسدين هذه أيضا جزء من الحالة جزء من علامات ما نلهينا نتفقوا عليه وصف إنسان بالفساد حد ما فات حكمت عليه محاكم بعنه مجرم والله عنه مفسد والله عنه ما نقدو نحن ما نقدو نوضع الناس اليومات إياها نوضع رؤوسنا في صراع
بين اجيال والله بين انظمه والله بين ناس اي حد قط دارسي موريتانيا ما تنقولوا عنه ما تقدر يتقلد منصب لا لا جميع عطر موريتانيا منها كان ما قط من كامل ما قط حكمت المحاكم مع انه مجرم الله حكمت عليه ما نقدر نعود وما نقدر نقولوا عنه مثلا لا يمكن ان يسجل نقولوا فما اجيال يالت نفهم منه ويالت نجيبوا اجيال جديده والمعيار عن حد كامل يسير الشان العام ما والمشروع دل لكم حريصين ما شاء الله على هذه الاجيال حريصين اخر قرارات اللي عدلتوا ما نفسرعنا على انه عدلتوا خلال اسبوع قانون لتمديد للتقاعد في ظرف اسبوع في حين انه كان برنامج تعهداتي انكم لا يتعدلوا عشرات الالاف من الشباب يلي جونا انتم معنيين فعلا لا ابدا هذا هو اللي متوازن هذا هو اللي النظره المتوازنه عن تجربه الناس اللي كانت هذه التمديد اللي خلق فيه 200 قريب من 400 من اساتذه ومن المعلمين اللي مفصول فيهم بالفصول وبالتالي ومدد لهم الناس كانت يعود واحد منها خصوصا يعني عشرات الالاف ما ترفع عشرات الالاف هذا لم يؤثر على البرنامج فيما يخص البطاله لم يؤثر على البرنامج فيما يخص البطاله غير ما معناها على البطاله معناها انك تفتح عناوين الخاص اللي تفتح لا تراون الاشياء لا نحن نراوب عن الاجيال عنها عنه متكامله راوب عن الاجيال عنها متكامله تجربه الجيل السابق تصب في حيويه وديناميكيه الجيل الحالي والمستقبلي وبالتالي ما أنا قائمين في صراع عن نمسح الطاوله من الجيل اللي عنده تجربه واللي موجود خصوصا في مجالات حيويه وضروريه هم فيها وهذا كان مطروح انت اليوم هذا اللي خلق صراحه نخلق في اخبار التقاعد وبعن التقاعد انقلع اللي قال له تقاعد بالمهنه ثم اذا تسموه اصلاح طبيعتها على غير تسموه اصلاح ما يشرحوه يعود واضح للناس اليوماتيه انقلع اللي قال له التقاعد بالخدمه تسموه اصلاح بيدي معلمين تم اكتشافه وعندهم 20 سنه وين يعطوا 35 سنه لا 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 وفي عشرات الالاف من الناس العاطله عن العمل ما حلوا خلال اسبوع ما حلوا بعن القاعد في ناس كامله اجواء غير مناسبه غير مفهومه انكم زدتوا ثلاث سنوات لا ابدا هذا اصلاح زدنا ثلاث سنوات البعض من الناس هذه السنوات للناس اللي في مجالات ضروريه بعدها تعود في التعليم وكيف الصحه واللي احنا عندنا فيها نواقص وجميع الوظائف الاخرى وبغير هذا غير متناقض مع توفير فرص العمل للشباب واللي فيه برامج واضحه غير ما معنى توفير العمل للشباب ما معناها عن نمسح الطاوله عن الناس اللي تشتغل حالا اياكم وفروا لهم وظائف على ذكر الوظائف انا قدامي برنامج تعهداتي اللي هو برنامج انتخابي للرئيس الحالي في الكثير الحقيقة من النقاط وما لن يسمح الوقت بأن نقف عندها لكن هنالك نقطة فيه تقول الفصل بين الوظائف السياسية الخاضعة للسلطة التقديرية لرئيس الدولة وبين وظائف التأطير الإداري المخصصة لموظفي الدولة مع تحديد معايير موضوعية للنفاذ إلى تلك الوظائف كم خلال السنة من مئات التعيينات التي تمت كم تم تعيينه من أطر المعارضة الذين ظلوا ممنوعين ومحرومين من التعيين خلال الفترات الماضية اللي ما تياه التعيين ما هم خاضع لي المعيار نتحدث عن التعيين في الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه طبيعتها الوظائف من المعارضه اللي ما تياه الاطر ما يتم تعيينهم على اساس انتماء سياسي غير الوظائف حتى قاعد في الوظائف السياسيه اللي ما تياه هذا في موريتانيا تتحدثون موجود موريتانيا اللي ما تياه في هاي السنه ما في انتقال الناس على اساس انتمائها سياسي ولذلك تم تعيين بياسر الكثير من الناس اللي قاعد كانت مستقله واللي معروف عنها كانت مثل ما عندها انتماء بعد سياسي موالي. سنه تمثل تقريبا سنه انا دول المشاهدين يقولوا تعرف التلفزيون يعرف المسلم انا ما نعرف مسلم ما يشاهدون ايش ما نعرف تعرف يعني اختيارك تقول انتم المشاهدين بعد تقولون لكن اعرف انا من الناس اللي عينت واللي كفاءات ما هو على اساس انتماء سياسي ومعروف عنها كفاءات وطنيه ما كانت عندها اي انتماء سياسي موجوده فيها الان ثلث هذه المرحله انتهى كم نسبه اللي انجز في تقديركم من برنامج الرئيس بعد مضي سنه الان ما عندي احصائيات دقيقه فيما يخص الانجازات بالارقام
لكن نعرف عن برنامج أولوياتي عن اللي قام فيه، عن فيه مثلا مجال الاجتماعي اليوماتية كانت فيه مثلا 121 بناء 121 مدرسة وإعدادية وتم تسريعها، وفيه تآزر اللي عنده المنح اللي الفصلية اللي 70,000 أسرة اللي متواصلة، وفيه ما قيمة به فيما يخص تصدي لجائحة كورونا. وبالتالي نحن لسنا قاعد في مرحلة هاي السنة نسبة اللي عنها ما تعات نسبة قد تعطى فيها حصيلة، ورئيس الجمهورية في مرحلة دور الله يعطي حصيلة الموريتانيين فيما تعهد لهم به. في مستقبل العلاقة بين الرئيسين السابق والحالي، كيف بالنسبة لكم حزب الاتحاد من الجمهورية كيف توصفونها؟ يعني رئيس الجمهورية السابق، رئيس الجمهورية كي رؤساء سابقين له واجبات وعليه واجبات وله حقوق. أنا أسأل عن الأزمة، في أزمة في رئيس مؤسس جاءكم في الحزب لكي يستمر في دوره، لم تستقبله بحفاوة، حصلت أزمة كبيرة والناس تعرف تفاصيلها ما تقدر تشهدوا عنها. لا نحن يا حدي ما يخالق ما موجود. لا موجود ولا يخلص ولا لا أي علاقة وأي أزمة. في ولا لا في رئيس في رئيس سابق كيور رؤساء وكيور رؤساء سابقين الموريتانيين. كيف تستشرفون استاذ جمال مستقبل العلاقه بينكم في حزب الاتحاد من الجمهوريه والمولات والمعارضه؟ لدينا صعوبات في الانترنت، كان بدنا ان ناخذ بعض الاسئله لكن لا اعرف هل سنتمكن من انطلقوا من البدايات هذه السنه. ظهر لي بعن 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 العلاقات بين الموالات والمعارضة مبشرة إذا نظرنا ما اللي فات من هذه السنة تعاطي فيما بين الموالات والمعارضة، وهذا ينصر له في خلال المؤسسات اللي خصوصا الجمعية الوطنية، والتعاطي بين الفرق السياسية هي اللي يخلق فيها دائما الكثير من. لو طلبنا منكم باختصار أن تذكروا 5 أهم إنجازات ترونها تحققت خلال هذه السنة. أنا طبعا من أكبر الإنجازات هو هذا قضية تكريس دولة القانون واحترام مبدأ فصل السلطات بين وترك السلطات تقوم بصلاحياتها بكل نهي السلطة التنفيذية عن تدخل في السلطتين التشريعية والتنفيذية. إنجاز الآخر هو تهديد الجو المناخ السياسي بين الأطراف السياسية وإرساء مناخ من التشاور، وكذلك تكريس جو مناخ طمأنة فيما يخص الأعمال والاقتصاد من خلال التصالح مع الفاعلين الاقتصاديين وتوفير لهم مناخ مطمئن. يبدو الوقت على وشك أن ينتهي، في كلمة أخيرة تختمون بها الحلقة؟ أنا الرابع أن إذا كانت هناك كلمة أخيرة فيما يخص موضوع اللي هو الحصيلة هذه السنة من مأمورية رئيس الجمهورية، وأنها حصيلة مبشرة ومطمئنة وتؤسس لمرحلة يمكن أن تكون إن شاء الله واعدة بالنسبة للبلد بما يخص تكريس دولة القانون ودولة المواطنة ودولة الشفافية والمصارحة ودولة المصالحة بين الموريتانيين ودولة رد مظالمهم ودولة الحقوق والحريات. إذن من جديد نجدد الشكر لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة الليلة من برنامج الصميم، كما نشكر الطاقم الذي أشرف على إنجازها، والشكر جزيلا يتجدد لكم مشاهدينا الكرام. إلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.